السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم متابعين القناة في كل مكان يا ريت بعد إذنكم تعملوا اشتراك للقناة قناة زراعة بسيطة ولو لو ينفع مشاركة الفيديو إن شاء الله هحاول النهاردة أفيدكم على قد ما أقدر هكلمكم في موضوع مهم جدا موضوع تشاء البرتقان ثمرة البرتقان زي ما حضراتكم شايفين كده الثمرة قدامكم مش اهية. هقول لكم على الأسباب وعلى العلاج دققوا فيها طبعا التشقق معروف ومش محتاج يعني ان انا مثلا اوضحه اوضحه بالصوره بس انا بوريكم يعني امثال لذلك برضه هوريكم اهو ده تشقق تشقق حصل بعد اصفرار هي المفروض ان انا اشيل اشيل الثمرة ارميها عشان ما ت... ما تجيبش ذبابه ليا وتبوظ لي بقيه الشجره برضه نفس الكلام جوه اهي ده مش تشقق ده زي عفن او او زبابة لطشاها زي ما انتم شايفين انا وريتكم التشقق والاصفرار اللي بيحصل بعديها اسباب التشقق ايه بقى آه تغير المناخ طبعا ده مش في ايدينا ممكن الجو بالنهار يبقى يبقى حر وبالليل يبقى ساقع قوي ده اللي بيخلي السمره يتشقق. ده اول حاجه وده حاجه مش في ايدينا ده حاجه في ايد ربنا ف... فديت ما لها حل اه لها حل حل يعني هو مش اكيد بس لها حل يعني هقول لكم عليه برضه الموضوع التاني. عدم تظبيط الميه الشجره لو زودت لها ميه قوي ممكن يؤدي الى التشقق ولو قللت لها لو قللت لها الميه قوي برضه ممكن يؤدي الى التشقق يعني انت انت لازم تعمل لك برنامج ري تمشي عليه تمام ولا منه تزود للشجره ميه ولا منه تقلل لها ميه، هتخليها في المظبوط. ده بالنسبه للمية ده السبب التاني اللي ممكن يخليها تشق. فانت لازم لازم لابد لابد من عمل برنامج ري، منه هتوفر الكهرباء ومنه هتحافظ على الشجره. ده بالنسبه للميه. السبب التالت واللي بيبقى اساسي نقص كالسيوم. طول ما انت بتدي للشجره كالسيوم التشعب ده مش هيحصل ده ده الحل اللي كنت بقول لكم عليه اللي ممكن يحافظ على الشجره من تغير المناخ الكالسيوم الكالسيوم هيخلي الشجره هيخلي الحبايه ماسكه نفسها وما اي مشكله فيها قلنا ايه اتكلمنا عن تغير المناخ بالنهار حر وبالليل ساعة بالنهار حر, حر وبالليل ساعة السبب التاني برنامج راي لازم يكون لك بق... لك برنامج ري محدد هتوفر الكهرباء هتحافظ على الشجره ده تاني حاجه تالت حاجه نقص كالسيوم طول ما انت بتدي كالسيوم البوتاسيوم طبعا معروف التحجيم اه تدي حجم اكبر فمالوش فما... علاقه بالتشوق خالص عشان لو حد ضحك عليك وقال لك ال... البوتاسيوم قل له لا البوتاسيوم حجم اه احنا قلنا الكالسيوم نقص كالسيوم الكالسيوم يمسك الحبايه يخلي فيه في تصلب في الحبايه ويمسكها حاجه يعني يخليها حاجه بنت ناس كده تشوف الحبايه على الشجره اه تفرح بيها او او تشوفها حاجه كويسه وزي ما قلت لكم اول ما يظهر التشقق على طول شيل الحبايه شيلها من على الشجره وقدامنا نسيت اشيل ديت شيلها من على الشجره ارمها على طول ليه عشان زبابه الفاكهه اللي هي مصر كلها بتعاني منها دي من اسباب من اسباب برضو في واحده قدامنا اهي دي من الاسباب اللي, اللي بتؤدي الى اللي اللي ان زبابة الفاكهه تتلم على الشجره برضو في تشقق قدام فوق اهو بس مش عارف هطولها ولا لا هتتشال هتتشال بيبقى في متابعه دوريه وهتتشال ده اصفرار ملوش علاقه بالتشقق بس ممكن تكون زبابة فاكهه لازم نشيلها ونرميها الشجره ممكن يكون فيها حمل محترم وفيها وفيها انتاج كويس بس يجي يجي اي غلطه كده ولا كده يبوظ لك انت يبوظ لك تعب السنه كله ذبابة فاكهة تضرب الشجرة توقعها تشقق يضرب الشجرة برضه يوقعها فطول ما احنا محافظين على الشجرة هنحافظ على المحصول اللي احنا بنتعب عليه طول السنة اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو وباذن الله ان شاء الله هنزل فيديوهات باستمرار عن الموالح لانه لانه في ناس كتير بتسالنا على على امراض بتحصل للشجره وعن التقليم وعلى حاجات كتير فيها هنزل فيديوهات باستمرار عليها ان شاء الله بس يا يعني ريت تعملوا متابعه للقناه اشتراك فيها قناه زراعه بسيطه وتعملوا مشاركه للفيديو كنوع من الدعم ليه شكرا السلام عليكم